أصناف الأدوية وأزمة مرتجعات الأدوية وغيرها من المشاكل التي يواجهها قطاع الدواء في مصر، إلى أن تلك المشاكل لم تجد حلا إلى الآن. أزمة الدواء في مصر ومن المتسبب فيها والحلول المقترحة لحل تلك الأزمة هو موضوعنا في هذه الفترة التي نتلقى فيها أيضا الاتصالات والتعليقات عبر الهاتف والرسائل النصية وموقعنا على الفيسبوك وموقع الجزيرة مباشر مصر. معي هنا في الاستوديو لإلقاء المزيد من الضوء على أزمة الدواء في مصر معي الدكتور محمود عبد المقصود، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية السابق. مرحبا بك دكتور محمود. ومعي أيضا الدكتور مجدي أمين، أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة. مرحبا بك دكتور مجدي. دكتور مجدي، يعني سأبدأ معك ومن أزمة الدواء في مصر، من وجهة نظرك كيف تتلخص هذه الأزمة؟ يمكن زي ما قلت لحضرتك قبل كده أن هو سوق الدواء عندنا بيعاني من عشوائية وحالة من الفوضى، سواء كان في التخطيط، سواء كان في الإنتاج، سواء كان في التوزيع أو في الرقابة. في كل هذه المجالات لا توجد سياسة واضحة نتيجة انعدام وجود معلومات كافية عن الخريطة المرضية اللي موجودة في الشارع المصري أو في الشعب المصري. فعلى سبيل المثال لا توجد بيانات دقيقة أو واضحة عن عدد المصابين بمرض السكر مثلا أو الضغط أو الكلى، أو كلها عبارة عن بيانات لا تستطيع أن تثقي في مصداقيتها، وبالتالي بتتبنى شركات الدواء إنتاج ما يحلو لها من أدوية وتتزايد عدد الأصناف من نفس المجموعة الدوائية ويتكدس السوق بهذه الأدوية ويتحمل عبء الاقتصاد القومي، عبء عملية الإنتاج والاستيراد. هذا في مجال الاستيراد، فما فيش عملية تخطيط في الإنتاج يعني أو بداية بالتخطيط. أنت تجد أنه ليس هناك يعني خريطة للأمراض في مصر وما هي الأدوية التي يجب أن يتم يعني إنتاجها بكميات مثلا معينة. بالضبط. بالإضافة إلى ذلك أن كان من المتوقع أن الشركات الاستثمارية اللي نشأت في الثمانينات في ظل الخصخصة أنها تقوم بعملية تطوير للصناعات الدوائية، ولكن النتيجة هي كانت نتيجة عكسية، هي أنها قضت على الشركات الوطنية اللي كانت بتمثل 40% ل 60% من الإنتاج اللي موجود في السوق، واستبدلتها بأصناف مثيلة ولكن بأسعار أغلى، وبالتالي أصبح أسعار الأدوية المستوردة والمنتجة بواسطة شركات قطاع الأعمال الخاص أعلى من مثيلتها المنتجة بواسطة قطاع الأعمال العام وفوق الكفاءة أو السعر الذي يستطيع المواطن العادي دفعه. طب وهل هناك يعني فرق بين هذا الدواء وهذا الدواء؟ يعني الدوائين في النهاية هم لمرض واحد، ولكن هناك اختلاف في الأسعار، هل هناك أيضا اختلاف في كفاءة الدواء؟ لا، هو طبعا عندما نقول كلمة دواء من الناحية العلمية فكلمة دواء تعني فاعلية مأمونية جرعة محددة، وبالتالي لا يمكن ان احنا نقول ان هناك فروق في الدواء المستورد عن مثيله المحلي او اذا ما كان انتاج شركه افضل من انتاج شركه اخرى. هل هذا هل هذا ينطبق يعني فقط في مصر ان الدواء المستورد مثل الدواء المصري من حيث نوعيه الكفاءه، او انه مبدا عام في جميع الدول حتى الدول الناميه؟ في جميع دول العالم لا تسمح الهيئات الرقابية الدولية بتداول أي نوع من الأدوية غير المأمونة أو غير المضمونة طالما أنها مقيدة في دساتير الأدوية، وطالما أن هذه الأدوية توجد بها مواد فعالة بقدرات دوائية معينة. وبالتالي مسائل الخلاف في المستورد والمحلي هي مسائل تنافسية بين الشركات، والشركات اللي هي بيكون عندها فائض في الأسعار تستطيع عن طريق الدعاية وعن طريق إقناع الأطباء والمرضى كذلك على حد سواء بأن الدواء اللي هو بتقوم بعملية التسويق والدعاية بشكل أفضل بتقدر تقنع المستهلك بشكل أقوى. نعم. وبالتالي بيظهر فيه كما لو كان أن الدواء المستورد أكفأ أو أكثر كفاءة من مثيله المحلي، رغم أن ده غير صحيح، وتم تجربة ذلك وأرسل أكثر من 100 دواء إلى شركات إلى معامل عالمية لمقارنتها بالأدوية العالمية، وثبت أن الأدوية المصرية في نفس الكفاءة للأدوية العالمية. نعم. طب دكتور محمود، يعني من هذه النقطة أنتقل معك، الدواء المستورد والدواء المصري، يعني هل توافق يعني مبدئيا مع دكتور مجدي أن ليس هناك فرق في الجودة وفي الكفاءة بين هذا الدواء وبين الدواء المستورد وبين الدواء المحلي؟ يعني هما المسائل لا يفترق، يعني الفرق بين الدواء الأجنبي ومثيله الدواء المصري
ما فيش فرق بينه. طب لكن لماذا لا نجد احيانا الطبيب يعني يصف في روجيتا الدواء المستورد ولا يصف الدواء المصري؟ حضرتك الفروق بقى بتكمن في شيء مهم جدا، وهو ان احنا عندنا سلعتين لهم بعدين، بعد اجتماعي وبعد اقتصادي، وهما الخبز والدواء. الخبز بتتحمل الدولة مسؤولية البعد الاجتماعي، يعني الدولة تتحمل فرق بين سعره الاقتصادي والسعر الاجتماعي. الدواء الدولة لا تتحمل الفرق بين السعر الاجتماعي والسعر الاقتصادي، فأصبح الدواء بيتحمل، الدواء المصري بيتحمل مسؤولية توفير الدواء للمواطن المصري بسعر في متناوله، وهو سعر بيخسر في معظم الأدوية المصرية. في مقابلها الأدوية الأجنبية، الشركات الأجنبية لا ترضى إنها تبيع بسعر خسران، فبالتالي هي بتأخذ سعر رابح في الوقت اللي فيه الشركات المصرية بيفرض عليها السعر الاجتماعي، وبالتالي أصبحت زي ما الدكتور مجدي شركات الأدوية. احنا عندنا شركات مصانع أدوية كانت أنشئت من الستينات وقبل الستينات، وعندنا مصانع أدوية بدأ في إنشائها في الثمانينات. هذه المصانع دلوقتي أصبحت قديمة، لا تستطيع التطوير لأنها أرباحها قليلة جدا. المنافسة بينها وبين الشركات الأجنبية منافسة غير عادلة، غير عادلة بالمرة. يعني الدولة بتحمل هذه الشركات مسؤولية توفير الدواء بالسعر الاجتماعي، وده الحقيقة، لأن زي ما احنا عندنا مثل شعبي بيقولك ايه، ادي العيش لخبازه. لكن لما تدي الدواء لغير الصيدلي عشان يتحكم فيه، ده هو ده سبب البلاء اللي احنا بنعيشه. هذه الشركات هي شركات قطاع خاص، شركات قطاع خاص وقطاع عام. شركات الأدوية يعني المصرية عموما في أزمة، في احنا الآن نعيش أزمة. لكن إذا تحدثنا عن شركات القطاع الخاص، هل هناك يعني فرض من جانب الدولة أن يكون هذا الدواء بسعر معين؟ طبعا الدولة بتفرض أسعار، بتفرض على هذه الشركات أسعار. هذه الأسعار لا تستطيع بموجبها هذه الشركات من التطوير. طيب والمنافسة، يعني هذه النقطة يعني نريدها أن تكون باستفادة أكثر، يعني جميل. حتى يعني يكون أيضا المشاهد في الصورة. خليني أوضح لحضرتك، إحنا عندنا نوع من يعني الدكتاتورية في موضوع الدواء غير موجود في العالم كله. وزارة الصحة بتتحمل أنها هي اللي تقوم بالتخطيط لإنتاج وصناعة واستيراد الدواء. نمرة اتنين، إنتاج الدواء عندها شركات بتنتج دواء وبالتالي هي اللي بتبيعه. نمرة تلاتة، إنها بتراقب صناعة الدواء. نمرة أربعة، إنها بتوزع دواء، يعني بتبيع أدوية وبتوزعها. نمرة خمسة، إنها بتقوم في نفس الوقت بالإشراف على الرقابة على الصيدليات اللي هي المنافس توزيع الدواء، بالإضافة إلى أنها كمان تساهم في عملية التأمين الصحي، التأمين الصحي وتأمين حكومي. كل هذه المسؤوليات بتتولاها وزارة الصحة، ووزارة الصحة لا تستطيع أنها تقوم في نفس الوقت بدور الرقيب والمنتج والبياع في نفس الوقت. أنشأت لجان فنية للتسعير. هذه اللجان بتأخذ أوامرها من مين؟ من الوزير مباشرة. فإذا الوزير اللي هو بيرأس شركات للإنتاج وفي نفس الوقت بيرأس عملية التسعير، لابد إن هو هنا يبقى في تناقض، في تناقض في هذا الوضع. لازم يكون في عملية الدواء زي ما في كل دول العالم المتقدم، هيئة تتولى شؤون الدواء زي الـ FDA في الولايات المتحدة الأمريكية، زي الـ EMEA في أوروبا. هذه الهيئة منفصلة عن الحكومة، هي اللي تتولى عملية الإشراف على صناعة الدواء. وزي ما قلت لحضرتك، شركات الأدوية النهاردة في مصر لنفس المنتج بتاخد أسعار مختلفة تماما، 5 و6 أضعاف لنفس المنتج. طب ما هنا اللي واخد 5 و6 أضعاف فرق في السعر يستطيع ان هو يطغى على السوق بهذه بنوع التسويق. المريض ما عندوش حرية الاختيار، المريض بتكتب له روشتة وهو بيشتريها وهو مرهم، وانت عارفة برضو حضرتك ما عندوش الثقافة الكافية الدوائية ان هو يختار زي ما في بعض دول العالم المتقدم، وبالتالي هو بيدفع ثمن فاتورة الدواء مجبرا وتحت رعاية ان الحكومة بترعى عملية الدواء. طيب اذا كان يعني نفس الدواء المستورد هو موجود منه مصري ونفس الكفاءة موجودة، لماذا يتم استيراد يعني مثل هذه الأدوية التي هي بالفعل يعني يتم انتاجها هنا في مصر؟ ده سؤال قوي جدا. لماذا يتم استيراد بعض الأدوية التي تنتج محليا؟
لنتيجة لأن هذه الأدوية يتم طلبها أو كتابتها بواسطة الأطباء، وعندما تكتب بواسطة الأطباء فالمريض المصري يبتدي يدور على هذا النوع من الدواء ويعود للطبيب مرة واثنين يقول له لا لازم تشتريه، وبالتالي تنشأ عملية التهريب، وبدلا من عملية التهريب تبتدي الحكومة تستورده عن طريق أنها ما تسعروش، وبعدين بعد ما ينتشر تبتدي تديه تسعيرة كبيرة وهكذا. في أمثلة كثيرة على مثل هذا طيب النظام العشوائي يعني. نعم طيب، حتى يعني في فكرة الدواء المستورد، يعني نجد الدواء المستورد في بعض الدول العربية، لن أتحدث عن الدول الأوروبية، ولكن يعني في بعض الدول العربية معظم الأدوية يعني من له يعني أحد في الخارج يأتي بهذا الدواء من الدولة العربية لأنه يعني بنصف الثمن الذي متواجد به هنا في مصر. لماذا يا لا هو محمود؟ مش بنصف الثمن ولا حاجه، انا لا هو بنصف الثمن يا دكتور محمود، وانا اؤكد يعني لك انه بنصف الثمن، يعني ممكن يكون اصناف قليله جدا هي اللي بنصف الثمن، لكن هو الحقيقه احنا عندنا مشكله ان الشركات العالميه دي انشات في مصر مصانع، فبقت مصانع مصريه داخل مصر. يعني احنا معظم الدواء الاجنبي اللي احنا بنتكلم عليه طب حتى ليس لو كان يعني حتى لو كان الفرق مصري. يعني ليس نصف الثمن، يعني حتى لو كان الفرق هو ثلث الثمن. نعم هكمل لحضرتك. فالانتاج الانتاج الادويه العالميه في مصر ده انتاج في مصر، عشان كده موجود. حضرتك كنت بتسالي ليه ايه سبب ان احنا بننتج ده وده، لان الشركات العالميه كلها تقريبا او معظمها اقامت مصانع في مصر، لان مصر هو السوق الواعد في المنطقه بتاعتنا كلها، فكل الشركات العالميه حرصت على ان تقيم مصانع وتوسع فيها، وهي تاخذ اسعار بتريحها جدا في عمليه التسويق. نعم. تستطيع ان هي تصرف على الاطباء، وتستطيع وتستطيع وتستطيع، لكن شركات الادويه المصريه لا تستطيع ابدا انها تقوم بعمليه التسويق كما تقوم به الشركات الاجنبيه. الـ 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 الدواء اللي حضرتك بتقولي عليه بقى ده دواء بتنتجه الشركه الاجنبيه في مصر، وانت بتبعتي تجيبي مثيله اللي منتج في الخارج من الدول العربيه، مش دواء مصري. يعني عارفه ازاي؟ يعني في دواء بتنتجه شركه اجنبيه في مصر، وبتنتجه الشركه نفس الشركه دي في انجلترا بس بتبيعه في السعوديه. فانت تكلمي حد في السعوديه يجيب لك الدواء ده اللي هو في مصر هنا اللي انت بتعتبريه دواء مصري، مع ان هو الشركه نفسها هي اللي بتبيعه في السعوديه. وده بيمثل علامه استفهام كبيره جدا. انت كشركه اجنبيه نعم. ازاي تسمحي بان يكون انتاجك في مصر اقل كفاءه من انتاجك في انجلترا او انتاجك في ايرلندا او انتاجك في امريكا؟ ليه؟ نعم. هو ده دي النقطه اللي احنا اللي بيدور حواليها محور الاختلاف في كفاءة الأدوية، وليس الأدوية المصرية. الأدوية المصرية اللي هي لأن ملهاش مثيل أجنبي، يعني المثيل الأجنبي ده شيء تاني، اسم تاني، يعني بيبقى اسم آخر مش هتلاقي زيه في. طيب أستاذ دكتور محمود، ولكن يعني معنا اتصال هاتفي. معي دكتور أشرف بيومي رئيس الإدارة المركزية للصيدلة السابق بوزارة الصحة والسكان. مرحبا بك دكتور أشرف، وأبدأ معك من كلام دكتور مجدي. يعني يرى أن هناك يعني عشوائية في التخطيط بالنسبة للدواء في مصر، كيف ترد على ذلك؟ السلام عليكم. في البداية بحب أحيي دكتور مجدي والدكتور محمود عبد المقصود. في بس حتى هبدأ يمكن من الجزء بتاع دكتور محمود عبد المقصود الأخير اللي أنا سمعته حقيقة على بالنسبة لكفاءة الدواء في مصر. نعم. أنا بقول يعني كفاءة الدواء في مصر هو زي كفاءة الدواء في أي حتة في دول العالم، هي بس في مشكلة عندنا في مصر هو تعاملنا إحنا مع الدواء. الدواء يعني نعم دكتور نعم دكتور أشرف، ولكن يعني الصوت منخفض قليلا، هل يعني من الممكن أن يكون الصوت مرتفع أكثر من ذلك؟ نعم. طيب هدي لحضرتك مثال صغير، زي ما الدكتور محمود عبد المقصود بيقول ان دلوقتي زي مستحضر المضاد الحيوي اللي هو الاوجمنتين بتاع شركه جي اس كي، نعم، بينتج هنا في مصر وموجود في انجلترا، وانجلترا بتصدره للسعوديه، كويس، هناك في السعوديه بتلاقيه بسعر 4 أضعاف أو 5 أضعاف من سعره هنا في مصر. نعم. المشكله اللي عندنا في مصر ان احنا نقل الدواء من المصنع بتاع جي اس كي الى شركات التوزيع في العربيات اللي هي غير مجهزه، هي دي اكبر مشكله عندنا، وبعدين تخزينها في مخازن أو في أجزخانات غير مجهزة، هي دي المشكلة الكبيرة، لأن درجة الحرارة بتأثر على كفاءة الدواء. فلو درجة الحرارة عدت 30 درجة
فإن المستحضر الكفاءة بتاعته بتنزل إلى النص، وإحنا في الصيف في مصر بتوصل درجة الحرارة 35 وفي بعض الأحيان بتوصل ل 40 درجة مئوية. نعم. فالعربية اللي نقلة علبة الأدوية لو مش مجهزة ومش مكيفة يبقى الدواء قبل ما يوصل للأجزخانة بيكون كفاءته قلت. هي دي المشكلة الرئيسية اللي عندنا، وإحنا في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا طلعنا قرار وزاري علشان تخزين الدواء والحفاظ عليه، وفي أغلب الشركات اللي هي التوزيع بدأت تستجيب وبعض الأجزخانات بدأت تستجيب إن تحط الاشتراطات الصحيحة لتخزين الدواء، وهو ده اللي بيدي بعض المواطنين يقول لك أروح أجزخانة من الأجزخانات اللي هي الأجزخانات الكبيرة اللي هي عندها بتبقى الدواء متحرك، هي مش الدواء مش متحرك ولا حاجة، الدواء متخزن بطريقة سليمة. نعم. هي دي أهم نقطة في الدواء. بس أنا طيب يعني دكتور أشرف، ولكن يعني أنا يعني لم أفهم المقصود منك يعني بالضبط، هل تقصد أن يعني هذه الآلية وعدم القدرة على التخزين الصحيح هو من يجعل يعني أسعار الدواء المستوردة مرتفعة؟ لا، أسعار الأدوية المستوردة مش مرتفعة، هي أسعار الأدوية لما بتيجي أول مستحضر بيجي يتسجل في مصر. ولكن يعني عفوا دكتور أشرف، يعني كثير من الأدوية المستوردة هناك يعني فارق كبير في السعر بينها وبين دول أخرى. حضرتك يعني عايز نفرق ما بين نوعين، الأدوية المستوردة بطريقة رسمية والأدوية المستوردة بطريقة غير رسمية. الأدوية المستوردة بطريقة غير رسمية هي أسعارها الباهظة الثمن موجودة في مصر. يعني لما أدي حضرتك مثال البنادول، البنادول خلاص بينزل في مصر ب 12 جنيه، طب إيه يعني إيه الفايدة إن أنا أجيبه من السعودية وأبيعه 25 جنيه؟ نعم. ملهاش أي معنى. فالأدوية المستوردة بطريقة رسمية أسعارها أحسن من أي سعر موجود في المنطقة كلها، في الدول العربية كلها. نعم. فأسعار الأدوية في مصر تعتبر أحسن أسعار أدوية موجودة في الشرق الأوسط كله. طيب دكتور محمود، يعني دكتور أشرف عفوا، هل تبقى معي على الهاتف؟ معي أيضا يعني ابقى معي على الهاتف، ولكن معي أيضا الآن دكتور مكرم مهني رئيس غرفة الأدوية. مرحبا بك دكتور مكرم. أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك دكتور يعني مكرم، ما هي أزمة الدواء من وجهة نظرك؟ ليه اعتبرنا ان هناك ازمه في الدواء؟ لان هناك ارتفاع في الاسعار ونقص يعني في بعض الادويه في السوق المصريه، هذا هو ما يشهده الواقع المصري. احنا ما اتفقناش. لا اقدر اقول ان ممكن يكون هناك نقص في بعض الادويه، لكن لا استطيع ان اقول هناك ارتفاع في الاسعار. نعم. ما زالت الاسعار في جمهوريه مصر العربيه من ارخص اسعار الدواء في العالم كله. نعم. كون ان المريض احد او بعض المرضى غير قادرين عليها، فدي مسؤوليه الدوله بالمقام الاول وليست مسؤوليه شركات الدواء الخارجيه او شركات الدواء. عفوا، ولكن هناك مشكله في الصوت دكتور مكرم. عفوا. نعم. هناك مشكله في الصوت. عفوا، هذه المشكله يعني من هنا، رجاء يعني نريد سماع صوت الضيف. تفضل دكتور مكرم. اللي بقوله انه قد يكون هناك ازمه في نقص بعض الادويه. نعم. لكن ليست هناك ازمه في اسعار الادويه. نعم. اسعار الادويه طيب دكتور مجدي كان يرى ان هناك يعني عشوائيه في التخطيط الدوائي في مصر، هل توافق دكتور مجدي على ذلك؟ الحقيقه يعني قبل ما اوافق او اختلف لازم اعرف يعني هو مفهوم العشوائيه. نعم. اذا كان مفهوم العشوائيه دكتور مكرم، يعني دكتور مجدي معك، ويعني ممكن ان نفتح الحوار معا. تفضل دكتور مجدي. لما يكون عندي مثلا رانتيدين بتنتجه اللي هو دواء الحموضه حوالي 14 شركه، بينما البنسلين طويل المفعول كان هناك شركتين او ثلاثه بتنتجه، واصبح حاليا لا توجد شركه في مصر تتولى انتاجه، وتحدث ازمه، واصبح الاطفال اللي هم بيتعرضوا لالتهاب اللوزتين في حاله حرج شديد بالغ، لان هو بيظل يتعاطى ذلك الدواء لحد ما يبلغ سنه سن النضوج تقريبا، تظل البلد مكشوفه لفتره طويله على هذا الوضع وعلى هذا النمط. لما يبقى عندي عدد من الادويه البسيطه جدا زي مثلا ادويه فواره بتستخدم لعلاج امراض الكلى زي الكوليورينال زي البروكسيمول زي ادويه بسيطه جدا يعني، وتنقص في السوق لشهور عديده ومتعدده دون يعني ان يكون هناك مبرر لذلك،
بينما في كمية كبيرة جدا من المكملات الغذائية اللي بترهق كاهل، اللي احنا مش محتاجين فيتامينات، يعني مصر ليست بحاجة إلى فيتامينات، وفيها كل هذه الشمس وكل هذه الخضروات ليست بحاجة إلى ذلك. وده بيضع برضو عبء شديد على المريض عندما تتعاطى تقريبا كل الناس، تقريبا كل واحد شايل في جيبه حقن الترايبي او حقن مش عارف ديبوفيت علشان ان هو ياخدها. في ثقافة عندنا في مصر لاستهلاك الدواء، ثقافة فيها عشوائية ما فيهاش وضوح. في حاجة اسمها essential drug list، وفي أدوية بتأخذ بطريقة معينة لكل الحالات المصابة بها، وبعدين نعم. بعد كده طيب يعني لازم يبقى في نوع نعم. من طيب أنواع دكتور يعني فضلها. دكتور مجدي يعني أرجع معك مرة أخرى دكتور مكرم، كيف ترى يعني من وجهة نظر دكتور مجدي هذه العشوائية وعدم التخطيط وأحيانا مما قد يؤدي إلى نقص في الدواء في السوق المصري؟ يعني احنا لما نقول تخطيط يبقى احنا بنرجع للستينيات والسبعينيات يا دكتور مجدي، لما كان في جهاز من فوق هو اللي بيقول تنتج ذلك ولا تنتج هذا. معروف للدكتور مجدي جيدا ان حينما يقارن البنسلين طويل المفعول بأدوية اخرى، ان البنسلين طويل المفعول يحتاج لتصنيعه الى اماكن خاصة جدا، لا يمكن تصنيع بنسلين في اي مصنع دواء. والشركتين الوحيدين اللي كان عندهم أقسام لتصنيع البنسلين كان عندهم مشكلة صيانة في الفترة الماضية، يعني أتعشم أن يكونوا انتهوا منها، لأن ما نقدرش أبدا هيفضلوا الشركتين يشتغلوا حاليا عمرهم حوالي 30 سنة في إنتاج البنسلين طويل المفعول أو حتى البنسلين العادي، لأنه معروف أن دي بيتا لاكتام إيريا وما ينفعش أبدا نحن ننتجها في أي مصنع. وبالتالي إذا قلنا أن في 120 مصنع أدوية في مصر أو أكثر في الوقت الحالي، فمش بالضرورة ولا موجود في أي بلد، مش بالضرورة يكون في كل دواء في كل مصنع من هذه المصانع بيتا لاكتام إيريا عشان خاطر يصنع البنسلين. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، عشان تشجعنا عشان أصنع بنسلين بالسعر اللي موجود، ما فيش أي visibility study ممكن اطلاقا النهارده تقول لي، رغم ان حضرتك ممكن تقول لي احنا بيحتاج 5 مليون او 6 مليون او 10 مليون ابوا، لكن اي فيزيبيليتي ستادي النهارده تقول انك ممكن تعمل بيتا لاكتام ايريا لمصنع عشان خاطر بعد كده تطلع بنسلين بيتباع ب 4 جنيه، فانا بقول لحضرتك وعشان خاطر كده شركه زي ساندوز اباوت ان هي تبطل هذا المستحيل. فلا بد من مراجعه الاسعار في بعض الأدوية، عشان ده اللي هيشجع بعض الناس إن بدل ما عندنا 2 أريا فقط في البيتا لاكتام يبقى عندنا أكثر من أريا بالنسبة للبيتا لاكتام. نعم. طيب دكتور مجدي له تعليق، وأيضا دكتور محمود وأنا لي تعليق بسيط، يعني أن ما يهم في الآخر المواطن المصري هو أن الدواء موجود أو غير موجود، يعني ما تحتاجه شركات الأدوية أو ما مفروض على الوزارة أن تفعله هو ليس من شأن المواطن المصري، هو المواطن المصري فقط يتحدث عن الواقع أنه يذهب إلى صيدلية ولا يجد هذا الدواء. يعني هذا فقط تعليق مني، ولكن تفضل دكتور مكرم. هو طبعا أولا دكتور مكرم صديق عزيز وأخ، هو بيتكلم من وجهة نظر مصنع دوائي ووجهة نظر ولها احترامها، لكن أنا بتكلم زي ما حضرتك قلتي من وجهة نظر المواطن البسيط. المواطن البسيط يريد أن يرى احتياجاته بوضوح موجودة في السوق. المنتج من حقه أنه ياخد هامش الربح المجزي ويجد تشجيع علشان، وهذا زي ما قلنا بيوافقني عليه الدكتور مكرم أنه لا يوجد تخطيط، وأنا لا أقصد بالتخطيط هنا هو الإجبار، إنما توفر البيانات الكافية وتوفر المعلومات الكافية عن الاحتياجات الفعلية في منتج ما. ده مش مسؤولية الدكتور مكرم ولا مسؤوليتي، ده مسؤولية الحكومة. بالإضافة إلى أنا عليه تعقيب برضو على الدكتور أشرف، ليست مشكلة مصر هي أن عندي عربيات مبردة ولا لا، جميع الأدوية بيتم دراسة الثبات بتاعتها في ظل ظروف درجات حرارة مرتفعة، بحيث أن هي أنها تظل ثابتة في ظل هذه درجات الحرارة، وإلا لا تعطى هذا تاريخ الانتهاء. هذه مسألة علمية بنضع كل الظروف أن الدواء ده، إلا إذا ركز على الدواء أنه لا يجمد، لا يوضع في الشمس، لا يوضع في مكان شديد الحرارة، لكن دراسة الثبات بتتضمن أن الدواء ده هيتنقل في ظروف صعبة.
والدواء اللي جاي من بره ما بيجيلناش في تلاجات، والدواء اللي جاي مع مسافرين من اوروبا او من السعوديه مش جاي في تلاجات. مشكله الدواء في مصر ليست مشكله تلاجات ولا اجزخانات مكيفه، يعني مشكله الدواء مشكله اخرى. نعم طب ساعطي الفرصه للدكتور محمود واعود للدكتور اشرف لانه حتى الان يعني معنا على الهاتف. تفضل دكتور محمود. نعم يعني انا بختلف جدا مع الدكتور مجدي، لان كل ما قاله الدكتور مجدي هي علامات لبداية تطوير حقيقي في قطاع الصيدلة في مصر. كان نعم. تطوير حقيقي وأوقف. يعني مثلا هو بيضرب مثلا بالكوريورينال فوار، هذا الدواء ثبت من اللجان العلمية المتكررة التي عقدت أن هذا الدواء ليس له أي قيمة علمية. ده من الأساتذة قالوا أنه ليس له قيمة علمية، وبالتالي هذه اللجان العلمية هي اللي أوقفته مش إدارة الصيدلة. نعم. لما نيجي لإدارة الصيدلة أكمل يعني حضرتك. نعم طب بس أسألك بقى يعني سؤال واحد قد يكون الفيصل لدى المشاهد، يعني من وجهة نظرك هل هناك نقص في بعض الأدوية التي يحتاجها المواطن المصري؟ هكمل لحضرتك. الجزء الآخر هو أن وزارة الصحة إدارة الصيدلة أصرت على تطبيق الجود مانيفاكتشر براكت، يعني الجي ام بي اللي هي قواعد الممارسة الجيدة. هذه القواعد بتحتم ان في انواع من الادويه لا تنتج الا في مناطق محدده زي البيتا لاكتام اللي هو البنسلين لا يجب ان ينتج في منطقه فيها اي نوع من انواع الادويه. في هذه الحاله يجب ان يكون هذا الدواء مستورد، ان يكون هذا الدواء مستورد وان يتواجد في الاسواق. وعندما اوقف هذا التخطيط بعد التغييرات الاخيره في وزاره الصحه اوقف هذا التخطيط. نعم. لاشياء لا يجب ذكرها الان، لكن لكن طب انا سالتك سؤال محدد وانت لم تجبني حتى الان. أيوة هل تتفق ان هناك يعني نقص في بعض الادويه التي هناك نقص في بعض الأدوية التي كانت تنتج خطأ في مناطق محددة أخرى. أكمل حضرتك لأن في سبب كبير للنقص. النقص اللي موجود والخطير واللي هيترتب عليه نقص آخر أن صناعة الدواء لا تأخذ حقها. المدخلات لصناعة الدواء أصبح سعرها يرتفع ارتفاع شديد جدا. العمالة زادت بعد الثورة زيادة شديدة. المدخلات كلها من بلاستيك لمواد خام ليه طيب. ولا يوجد في الناحية الأخرى. نحن معنا حتى الآن دكتور أشرف بيومي. دكتور أشرف تفضل. يعني الكثير من الأسئلة والاستيضاحات وأيضا الاتهامات، يعني هل أنت معي حتى الآن؟ معك يا دكتور أشرف. أنا تفضل. أنا أوضح بس لحضرتك بالنسبة لنقص بعض الأدوية. نعم في نقص لبعض الأدوية، بس هذه النسبة لا تمثل 10 أو 15 صنف من الأدوية. نعم. لو حضرتك رجعت للإف دي الأمريكية أو على الويب سايت بتاع الإف دي الأمريكية هتجدي إن في بينزلوا لستة كل شهر بالأدوية اللي هي حصل فيها شورتج في الماركت في أمريكا. إحنا مصر مرت بثورة. ثورة يوم 25 يناير. من 25 يناير لدلوقتي احنا في سبتمبر ان عرض الادويه اللي تنقص في هذه الثوره وفي هذه الظروف اللي كان حصلت مشكله بالنسبه للخامات ان هي تخش مصر وبالنسبه للفلوس ان هي يعني يبعتوا يجيبوا الشركات تبعت تجيب الادويه من بره. هذا النقص اللي لا يمثل 0.01 من نسبه الادويه المتداوله في السوق. لو حضرتك تعرفي ان الادويه المتداوله في السوق حوالي 8000 صنف وينقص حوالي من 10 الى 15 صنف فدي نسبه عادية. والحتة اللي بيقول عليها الدكتور محمود عبد المقصود حتة مهمة جدا ان كان طب انا اتفق معك يعني دكتور اشرف انها نسبة ضئيلة لا. ولكن يعني الدواء مهم، يعني قد يكون هذه النسبة الضئيلة هو دواء مهم جدا لمواطن معين. اوكي النقص بيحصل يعني نحن نتحدث عن دواء لا نتحدث عن نقص لبعض السلع. يعني هو حضرتك البنسلين الدكتور مجدي بيقول عليه البنسلين ده حصل نقص حوالي اسبوعين ونزلت حوالي كميه حوالي 300,000 وبعدين دلوقتي في حوالي 2 مليون جه تم متواجدين. وكانت شركه النيل زي ما الدكتور محمود كانت وقفت او الدكتور مكرم كان اشار ان كانت جزء بتعمل الصيانه بتاعتها وخلصت الصيانه بتاعتها واتفتحت ونزلت البنسلين بتاعها بتاع شركه النيل. ف يعني المشكله حصلت في اسبوعين او ثلاثه الدنيا كلها يعني مش عايز اقول ولعت علشان حبه بنسلين طويل مفعول. نعم. هو حقيقي ان ده مهم جدا بس المشكله لما بدا ينزل البنسلين طويل المفعول المريض اللي المفروض ياخد حقنه كل شهر بقى ياخد حوالي 4-5 حقن عشان يخزن. نعم. بس الحمد لله دلوقتي توفر. فهو النقص والزياده النقص في اصناف من الادويه بتحصل دي حاجه عاديه في كل دول العالم اللي في ظروف عندها ظروف مناخيه مظبوطه. احنا مرينا بثوره والحمد لله ما حصلش
مصر تعرضت ان هي بدات تاخد معونات من دول العالم. الحمد طيب. لله ما حصلش. نعم طيب دكتور اشرف، يعني مع الاعتراف بان هناك نقص، انت ترى من وجهه نظر ان يعني هذه النسبه هي نسبه ضئيله ولكن هناك وجود نقص، ما هي الاليات التي تفعلونها حتى يتم القضاء على هذا النقص في الادويه؟ هي في لجنه موجوده في اداره الصيدله موجوده دلوقتي، انا يمكن قبل ما امشي كنت مشكلها بقالي من شهرين، كنت متشكلها دي بتراجع كل الادويه اللي بيحصل فيها شورتج او بيحصل فيها نقص، ودي بالاتفاق مع كل المصانع علشان اعرف ايه الادويه اللي بيحصل فيها نقص مع شركات التوزيع. نعم. ودي معمول لها علشان بتقدر على طول تعمل ريكاب او تعمل حاجه، يعني تجيب اي مصنع تاني يصنع اي ادويه هتحصل فيها نقص فيها الفتره الجايه. اللجنه دي مشكله من جميع الادارات، اداره التفتيش واداره التسجيل واداره الاستيراد، علشان على طول تاخد اجراءات سريعه في توفير اي دواء هيحصل فيه شورتج. نعم. والحمد لله دلوقتي اعتقد ما فيش اي شورتج موجود دلوقتي. طيب دكتور اشرف، يعني هناك ايضا يعني لا اقول انها ازمه، ولكن عاده ما يكون هناك الدواء المستورد والدواء المحلي متواجد في الصيدليه، لماذا يتم استيراد هذه الادويه يعني على الرغم من شهاده يعني معي هنا دكتور مجدي ودكتور محمود بكفاءه الدواء المصري؟ هو طبعا السوق مفتوح للدواء المستورد والدواء المحلي. طيب الا يجب ان يكون هناك يعني ترشيد من جانب الوزاره عندما يكون هناك عفوا يعني على المقاطعة، ولكن يعني سؤالي ألا يجب أن يكون هناك ترشيد لهذا الدواء المستورد عندما يكون هناك البديل متواجد والبديل محلي وأيضا بنفس الكفاءة حتى يكون هناك يعني استيراد لأدوية أخرى قد تكون ناقصة في السوق؟ هو صح زي ما حضرتك بتقولي، عشان كده كان في قرار وزاري كان طلع في 28/6/2009 حدد ان هو يكون الانيفيتور اللي هو المستحضر الاصلي بس هو الموجود، ومستحضر جنيس واحد بس يكون مستورد. نعم. والباقي 10 مستحضرات يتم تصنيعهم في مصر. نعم. فاللي موجود في الماركت هو بيبقى مستحضر واحد بس اللي هو الانيفيتور اللي هو صاحب الشركه صاحبه المستحضر اللي هي انتجته، زي اشرت البنادول زي البلافكس، اي مستحضر الشركه اللي انتجته اللي هي اخترعته هي من حقها ان هي تسجله في مصر، ودي بتبقى واخده اف دي اي او ام اي او متداول في دوله من الدول المرجعيه، بتسجله هنا في مصر، بيبدا ناخد ان احنا نسجل الجنيس بتاعه، وبتبدا بتبقى سعره ارخص من المستورد. فما اقدرش ان انا بعد ما يكون الدواء المستورد موجود وموجود في السوق بقاله اكتر من 4-5 سنين وعشان المصري نزل اروح اقول للمستورد ما ينفعش انك انت تنزل، ما ينفعش. نعم. وحق المريض ان هو يلاقي المستورد ويلاقي المصري. ومن حق ايضا الصناعه المصريه ان يكون لها يعني باع ومجال في السوق المصري، يعني هذا ايضا يعني شكوى من الجانب الاخر. بكل حال في جميع الاحوال، ولكن يعني في جميع الاحوال شكرا جزيلا لك. كان معي دكتور اشرف بيومي رئيس الاداره المركزيه للصيدله السابق بوزاره الصحه والسكان، شكرا جزيلا لك دكتور اشرف. انهي ايضا المكالمه مع دكتور مكرم. هني دكتور مكرم هل أنت معي حتى الآن؟ دكتور مكرم؟ نعم. نعم دكتور مكرم، يعني تعليق أخير لك قبل الختام. أنا الحقيقة عايز بس أقول إن التوضيح اللي وضحه الدكتور مجدي أنا قابل به، والتوضيح اللي قاله الدكتور محمود فيما يختص بالمدخلات اللي بترتفع كل يوم على الآخر بالنسبة لمصانع أدوية أسوة بأي صناعة أخرى، هي الصناعة الوحيدة اللي مدخلاتها بتتغير وسعرها ما زال ثابت حتى الآن. وأقدر أجزم أني إذا كان هناك أدوية ناقصة في الوقت الحالي هذه الظاهرة هتزداد لأسباب عدة، منها الأمن، لأن احنا كنا بنشتغل 3 ورديات حاليا غير قادرين على العمل أكثر من وردية ونص، ومنها أنه الوضع الائتماني بالنسبة لمصر فرض علينا وضع جديد أن احنا لابد أن نستورد الخامات بعد دفع ثمنها أو بكاش، ومنها انه في مدخلات كثيره اتغيرت، وبالتالي اصبح في ادويه كثيره بتسبب خساره للصناعه الدوائيه. وفي اللقاء الاخير مع رئيس الوزراء بوجود السيد وزير الصحه والسيد وزير الصناعه وعدوا بحل مشكلات الدواء حتى يتم توفير كل الادويه لكل مريض مهما كان حجم استهلاكه اذا كان قليل او كتير، لان في النهايه زي ما حضرتك قلتي هو دواء المريض بيحتاجه مش حاجة كمالية بالنسبة له. نعم شكرا جزيلا لك. أنا معي دكتور مكرم مهني رئيس غرفة الأدوية. أعود لك دكتور محمود وأخذ منك تعليق أخير.
أنا بقول إن الأزمة الدوائية دي هتزداد حدة نتيجة عدم التوازن بين أسعار بيع الدواء، لأن الأزمة الدوائية دي مش بتشمل بس المصانع، دي بتشمل حتى الصيدليات. أنا دلوقتي مطالب بإن أنا أرفع الحد الأدنى للعمالة، الحد الأدنى للأجر للعامل. أنا كصاحب صيدلية، الدكتور مجدي كصاحب صيدلية، إحنا مش عارفين نجيب منين هذا الفارق في 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 في, في المصاريف اللي إحنا هنصرفها. يجب أن ننظر إلى رفع أسعار الدواء المصري حتى تستطيع شركات الأدواء المصرية، وحتى تستطيع شركات التوزيع، وحتى تستطيع الصيدليات أن تقوم بدورها. وإلا إحنا مش هنقفل كلنا، المصانع هتقفل، الموزعين هيقفلوا، الصيدليات هتقفل، والناس قاعدة بتتفرج في وزارة الصحة. يعني أنت تقول أنه ليس هناك يعني ارتفاع في أسعار الأدوية. الحلقة كانت تناقش فكرة ارتفاع أسعار الأدوية. مفيش ارتفاع، يعني نفسنا يعني ارتفاع أسعار الدواء عشان ناخد حقنا كصيادلة. الفكرة قد تكون يعني بالنسبة للمواطن المصري. دكتور مجدي، يعني أي فأنت يعني كيف يعني المواطن المصري على هذه السوق ممكن تلاقي الزيت غالي الضعف وما يعني بتكلمش. أنا يعني زي ما بقول لحضرتك مش كأستاذ في الجامعة، إنما كصاحب صيدلية وبقف فيها، أشعر بنبض المواطن. نبض المواطن إن هو حاليا أصبح لابد إن هو يلبي احتياجاته الأول من الغذاء، وعنده متطلبات كثيرة. أصبح الدواء بيمثل عبء بالنسبة له في ظل عدم وجود مظلة تأمين صحي شامل تغطي المواطن البسيط وتقدر إنها توفر له العلاج بتاعه، وفي ظل عدم وجود مستشفيات حكومية مؤهلة لاستقبال المرضى وتقديم الخدمات الطبية بالنسبة لهم بالأجور المعقولة. في ظل هذا الوضع، الصيدلية وصرف الدواء من خلال الصيدلية بيمثل العمود الفقري لعلاج أكثر من 80% من المواطنين في مصر. طيب المصنع يشتكي والمستهلك يشتكي، هنا يجب أن تتدخل الدولة. هنا الدولة يجب أن تتدخل وأن تعيد توزيع الأدوار بشكل ناجح، بحيث تعطي كل ذي حق حقه. ولن يستطيع أن يقوم بهذا إلا الصيادلة أنفسهم، إن هم يتولوا أمورهم بنفسهم. لازم أنا بكلمنا الأغذاء والأدوية، لازم كلمنا في هذه القصة مرارا، لابد من وجود هيئة عليا للدواء والغذاء. هذه الهيئة العليا للدواء والغذاء لابد أن تكون مستقلة عن وزارة الصحة، لابد أن تكون مستقلة وتباشر بنفسها عملية التخطيط للإنتاج والتوزيع والاتفاق مع ووضع كل الضوابط الكافية لسحب الأدوية اللي منتهت الصلاحية من السوق، لعدم وجود مخازن غير مرخصة، لعدم بيع الأدوية لمنتهت الصلاحية في الأرياف بشكل أو بآخر. كل مثل هذه الأمور أمور هامة وجادة، وفي قطاعات أخرى أيضا من صناعة الدواء كصناعة الطعوم واللقاحات وما إلى ذلك، وفيها يعني مشاكل كثيرة جدا يجب أن هي يتم مباشرتها بواسطة صيادلة أكفاء قادرين على إدارة هذه المنظومة. نعم. وده يمكن يكون الحل أو الحل لهذا المأزق. ده وزير الصحة مش عارف يوفر المستلزمات الطبية في المستشفيات. نعم، إذا كانت هناك الدواء. يعني هيئة يعني أو طلب لهيئة يعني تجمع الصيدلة، سيكون هناك أجندة بطلبات، يعني كيف سوف ترتب هذه الأولويات؟ الأولويات أن يتم تنفيذ الخطة التي كانت موضوعة، خطة علمية لتنظيم صناعة وتوزيع وتجارة الدواء بشكل علمي كما يحدث في كل دول العالم المتقدم، وليس كما يحدث في دول العالم المتأخر التي لا يمثلها إلا مصر الآن. مصر الآن هي الدولة الوحيدة، يعني البلاد الأفريقية أصبحت عندها نظم متقدمة جدا في كل ما يخص الدواء. مصر أقل من أي دولة في أفريقيا، فيجب أن احنا الثورة لا يجب أن تعود بنا إلى الوراء في صناعة الدواء، وان احنا نرجع نبقى بنشحت دواء، وان احنا نرجع نبقى بناخد دواء بايظ، وان احنا نرجع ما نلاقيش الدواء بتاعنا. لا، يجب ان تكون الثورة ثورة حقيقية في ان المواطن يجد دواءه عند التأمين الصحي اللي تفرضه الحكومة لصالح المواطن المصري. يجب ان الدولة تدي السعر المناسب للشركات، يجب ان الدولة تدي الدواء اللي يصرفه الصيدلي مش هيتصرفه من الصيدلات الحكومية بتاعتها زي ما كان وزراء الصحة من الأطباء عشان ياخدوا فلوس في جيوبهم. طبعا يعني في نهاية اللقاء يعني نحن نتمنى أن تكون هناك حل لهذه الأزمة، وأعتقد يعني أن بداية الحل سيكون بالاعتراف أن هناك أزمة حقيقية في سوق الدواء، ويبعدون عن الأطباء. لازم أن يحل الدواء الصيادلة. نعم. مشكلة الدواء يحلها الصيادلة برضو عشان الناس تتفائل. أنا بقول لحضرتك، مصر لا ينقصها الكفاءة ولا ينقصها القدرة
وليست المشكلة مشكلة، لكن هي المشكلة بالتخطيط. بالتخطيط. شكرا جزيلا لك. كان معي دكتور مجدي أمين، أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجي والمناعة كلية الصيدلة جامعة القاهرة. شكرا جزيلا لك. وكان معي أيضا دكتور محمود عبد المقصود أمين، عام اتحاد نقابات المهن الطبية السابق. شكرا جزيلا لك دكتور محمود. مشاهدينا الكرام، كان هذا هو الختام على رأس الساعة. يأتيكم موجز لأبرز وآخر الأخبار مع دينا موسى، فابقوا معنا.